زهيرة أنت تقريب كنت في الخارج وين؟ وش عملت؟ والله عملت دورة كبيرة برشا بثلاثة شهور، عملت الكويت وعملت باريس وعملت مصر وعملت المغرب وتونس، سجلت في دورة الخليج أغاني يعني خليجية وأغاني مصرية، أحلى ما فيك رأة عواطفك وجمال عينيك ويا سلام عليك، وبعدين غنيت انتهى حبك ولا أسأل عليك، وقلت لي أنسى الجراح ودمع اللي نثرته ويكفي العذر يا مكثر الأعضاء. خمسة أغاني جديدة. حياي صوت المديان بالنهاية فكرتك فيها، حياي صوت المديان بالنهاية فكرتك فيها، كنت أعودها كنت